لاعبين هذه محاولة حمزة برزوق صلاح الدين عقال هذه محاولة هدف لفائدة فريق الرجاء والمسجل الكونغولي ليس مويتيس هدف لفائدة فريق الرجاء البيضاوي والمسجل الكونغولي ليس مويتيس بعد عمل جيد لفائدة فريق الرجاء البيضاوي اللي كيتمكن من تسجيل الهدف كان انفراد ديال صلاح الدين عقال امام الحارس انس ازنيتي واللي كيمرر بدوره في اتجاه ليس مويتيس هنا كنتابعوا الاعاده صعود ديال صلاح الدين عقال والتمريره من حمزه برزوق صلاح الدين عقال لاحظوا خروج خاطئ وتسديده ديال ليس مويتيس يعني لاحظوا مره اخرى تمريره في اتجاه